أسعدني الحظ بزيارة موريتانيا، وخلال تلك الزيارة حظيت بسهرة في منزل الفنانة ديمي بنت أبا التي يقبل عليها الجميع ويطلقون عليها لقب أم كلثوم موريتانيا. وكان من الطبيعي أن أبدأ بالسؤال عن سر نجاحها في هذه السن المبكرة. أنا كبرت مع والدي وعائلتي أسرة فنية كلها، وبدأت الغناء عندي 10 سنوات، ونغني مع والدي ورئيس رابط الفنانين الموريتانيين، ووالدتي مغنية وتغني معهم. وبعدين تعودت، ولين كبرت عاد الشعب الموريتاني يشجعني كله، وعاد عاجبه صوتي وطلعت من لكن. قلتي ان اسرتك اسرة فنية، هل اسرتك حتى الان تشترك معك في الغناء؟ طبعا والدي يشارك معي في الغناء، ووالدتي بعض الشيء. من يكتب لك كلمات الاغاني ومن يلحنها؟ والدي هو اللي يكتب كلمات، وفي كلمات شعرية عربية في شعراء الموريتانيين يقولوا علي شو الشعر، ويقولوا هم نقباشي كل الشعر يعني مقنبي، والشعر الحساني في عندنا الشعر الحساني يقول والدي مقنبي لحنوا أنا ولحنوا لي هو ولحنوا أخويا وأخوتي والأسرة كلها. وبالنسبة لهذه الكلمات، هل تعتقدين أن هذه الكلمات كلمات عربية أصيلة وفصيحة، أم تدخل عليها بعض الكلمات المحلية التي قد لا يفهمها بعض المستمعين في دول عربية أخرى؟ أيوة طبعا، في كما قلت لك يعني في اللغة الحسانية الشعر الحساني يعني عربي معرب، في العربية وفي الحسانية اللهجة. نسمع مثال من كلمات أغنية حسانية. هذه آلة موسيقية تقليدية تسمى أرديم، الاسم المحلي تسمى بالعربية طنبور، تخص بالمرأة ونخبط فيها مقام الكحال عندنا. الآلة بها 12 وتر، وهي عبارة عن غرفة رنين كبيرة توضع على الأرض، تمتد منها بوصة طويلة، والأوتار بين غرفة الرنين والبوصة الطويلة، وهي طويلة للغاية أيضا الأوتار. وفي الواقع أن الآلة تكاد تكون جمعا بين الطنبور والهارب المصري القديم. الليل قد لا تبعد من نمت الشيخ ليل.
الليل ترى انت الشيخ منا الشديدة والبساطة التي تكمن فيها الغناء الموريتاني. المطربة ديمي بنت أبا وهو شقيقها أيضا، تستطيع تقديم نفسك؟ اسمي أحمد والأب، فنان كديمي وغني وأعزف وألحن. سنك كم سنة؟ 25 سنة. 25 سنة، ولكن يبدو عليك أنك أصغر من ذلك. لكن ايضا 25 سنة سن صغيرة بالنسبة للتلحين والتأليف والغناء. اين تعلمت هذه المواهب؟ كلها نتعلم، نحن نعيش في اسرة من الفنانين، وكما تعلمين في موريتانيا الفن يخص باسر معروفة وهم الفنانون، وهي طبقة اجتماعية معروفة، وهذا الفن من نتعلم من مازلنا صغار مع والدينا، نتعلم العزف ونتعلم معهم الغناء، وحينما يكبر الواحد منا يكون يغني وحده ويلحن ويحاول ان يلحن وان يتعلم وان يخترع، وبهذا يتم فيه الفن. قلت لي من قبل أن التلحين لديك مختلف عن التلحين في المشرق العربي. نعم. كيف ذلك؟ لأن في المشرق العربي التلحين
يكون دائما اعتمادا على السولفيج، على دراسة الفن، بينما في موريتانيا الفن ما هو مدروس، كله ارتجال. إذا درست أي فن هنا، وكل هذا الغناء اللي تغني بيديمي حالا كانت ذلك ليس ملحن وقبل، ولكن حينما تغني تحاول أن في نفس الوقت اللي تغني فيه تلحن فيه. هل تعتقد أنك لو أتيحت لك فرصة الدراسة الأكاديمية للفن، هل تعتقد أن ذلك سيحسن من مستواك، أم تريد أن تبقى على الفطرة وعلى الأسلوب الذي تلحن به الآن؟ أظن أن ذلك مفيد، لأن هذا اللي أنا نعرف الآن وأنا نعيش اللي هو الفن، هذا اللي ليس مدروس وهو فننا الفن الموريتاني يخص طبعا يكون مدروس ويكون مثلا إذا درست الموسيقى فذلك سوف لن يكون مثلا إلا شيء مثلا أحسن للفن الموريتاني طبعا، ذلك لا يسمح إنما قدم الفن الموريتاني إذا كان سيتقدم على كل حال، ولكن سيتقدم بصفة أسرع إذا كنا قد درسنا الموسيقى واعتمدنا على شيء مدروس. طبعا ذلك مفيد للموسيقى الموريتانية، كما مع أنها هي موسيقى تكتفي بقواعدها هي اللي خص بها وبحالته وبالصيفة اللي عرفنا من أجدادنا وأباتنا، كلهم لن يدرسوا الموسيقى ولكن عندهم موسيقى معروفة مدروسة، دراسة ليست علمية ولكن معروفة. الفنانة ديمي شقيقك ذكر لي ان هو يلحن في بعض الاحيان على الجيتار، هل تعتقدي ان التلحين على الجيتار بيتفق مع اسلوب غنائك وانت مطربة موريتانية اصيلة والجيتار آلة غربية؟ ولكن الجيتار اللي عزف عليها درناها بنطاق عن هذا العزف اللي عليها، هذا متعودي عليها كيف هاردين وكيف تيدينيت، لان العزف اللي نعزف عليها بحاله اللي نعزف تيدينيت نعزفه للحين الجيتار. ما رأيك في من يقولون ان الالات الغربية منها الجيتار لا تتفق مع اداء الربع تون؟ اظن انها تتفق طبعا، لانها لا اعرف منها بالاخص الجيتار، وهذه الجيتار اول فنان جابها لموريتانيا بين قوس والدنا سيداتي والاب، وفي السنة الذي أتابعها أدخلها للموسيقى الموريتانية كانت كل الناس يتعجبون منه ويقولوا لماذا تجيب لنا جيتار، هذا لا يخسر الفن، هذا ليس لا يتواسى كيف نقول وحنا بكلامنا، ولكن بعد سنوات تعلمناها وتعودت الناس عليها وهي على أبسط فعلا من آلة نحن التقليدية اللي هي التيدينيت، ومع أن التيدينيت أوسع من هذيك. والجيتار عندنا عندها اللي وساها الان تكون نعملوها كثير في موريتانيا لانها اهون ابسط من التيدينيت، لان التيدينيت كل ولايه في موريتانيا تقريبا عندها عزف يخص بها تقريبا، ولكن هذا كله في نفس في كل مقام يكون فيها نفس العزف، ولكن يكون فيه ردات يخص بولايه ووحدات دولية اخرى، بينما الجيتار كل فنان يعزفها عزف يخص به، اذا كل حد حر نفسه يحبط يعزف كما يشاء، بينما التيدينيت ذلك لا يصح، عندها قواعد يخص بها ولا بد ان تكون مطبقه بها. هذا اللي عدل الجيتار اهون واستعمالها اكثر الان للشباب من التيدينيت. هل ترقص انت ايضا في اداء الاغاني؟ لا انا لا ارقص، لا ارقص هنا الرقص ايضا في موريتاني اكثر رقص النساء من الرجال، ولكن ايضا الرجال يرقصون، بينما الفنان بين اللي احنا في العاده نحن هم اللي نعزف للراقصين ونحن هم اللي نرقص الناس، اذا الوقت ما عندنا كثير نرقص احنا. ثانيا العائله اللي انا منها عائله اهل ابا رجال من العاده ما يرقص. والدك دخل الجيتار الى موريتانيا، لماذا لا تدخل انت الرقص الى الاغاني الموريتانية؟ الرقص داخل الاغاني الموريتانية طبعا، هنا رجال يرقصون على اغاني، كاين الكثير من الرجال يظن ان حسومة على الرجل يرقص،
هنا في موريتانيا، ولكن خلق رقصة أيضا تقليدية تسمى بيهرة، يرقصها الرجال والنساء معا. حضر الآن مؤسس الفرقة ووالد الفنانة ديمي بنت أبا، وهو رئيس رابطة الفنانين الموريتانيين، وكما ذكرنا من قبل هو الفنان الذي أدخل آلة الجيتار إلى الموسيقى الموريتانية. ما هو السبب الذي دفعك إلى التفكير في استخدام آلة الجيتار في موسيقى تقليدية مثل الموسيقى الموريتانية؟ نعم، دفعني عندما جيت في تاريخ لباريس وجبرت هذه الآلة للصوت الجميل، ولكنها استخدمت في موريتانيا. اخترت بعضها وجبتها واخترت نديرها في نطاق الموسيقى الموريتانية، إلا أن عملت جيت يعني الراجل هي ما هي بحالها، هذه هي ما هي بحالها، هي جامعة أنقرة مثلا، هذه فيها جوانب وحدة بيضة، وهذيك كيف أردن اللي تستعمل المرأة هي جامعة أنقرة كاملة. هل وجدت أي صعوبة في تطويع آلة الجيتار لأداء الموسيقى الموريتانية؟ لا، ما لقيت فيها إيش ولا شيء. لا، أنا قريتها وتوفي في أزاي اللي نختار لها، ومنين طبعا أزاي هي كلمة نحن، والمقام أزاي وحده، والمقام وحده، المقام تنقال لمحل، وأزاي تنقال للصوت، وعندما جبتها جاء صوتها جميل عندي، هذا أحسن وقت يابضي هو اللي مثلا نغمات الطالعة اختيرها على هذه، لأن هي الموسيقى التقليدية، واللي هي اللي تعلمت فيها من صغري اللي هو الأبيات الحرب وأبيات الخفيف وأبيات الطويل إلى غير ذلك. هي من يقول لها أحسن مقطعات من الشعر أحسن عن الصوت، هي أحسن عندي نحكي مقطع الشعر اللي هي عن الدنيا. هل نستطيع أن نسمع منك شيء على التدنين؟ عند الربع من سبحة دمكي، أيوة في كل ربع من مرادي يا بلكي، وفي كل ربع
يعرف والنيل نارت مهومة لم تدري يا ياليو